بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيب. بعد أخوكم جمال بضفاري يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا في هذا المقطع راح إن شاء الله نتعلم كيفية عمل كمبرسر ضغط. طبعا هذا الكمبرسر راح يساعدك إن شاء الله في عملية ضغط منظومة التبريد أو أي منظومة أخرى، سواء مثلا كانت ثلاجة، مكيف شباك، وحدة سبلت يونت. إن شاء الله هذا الكمبرسر راح يعطينا الضغط المناسب اللي راح يكون في حدود 200 إلى 250. طبعا مميزات هذا الكمبرسر إنه وزنه خفيف لا يتعدى تقريبا 11 كيلو، وراح أضيف له أيضا قاعدة خشبية مع إطارات، وبالتالي راح تتمكن من تحريكه بكل سهولة وأيضا من حمله ونقله من مكان إلى مكان آخر. طبعا أول شيء راح أسد هذه الفتحة، ما أحتاجها لأن راح يكون عندي بيب الضغط هذا بهالجهة، وبيب السحب راح يكون من هني. قبل ما أسد هذه الفتحة راح أدخل من خلالها النيتروجين، راح يكون عندي مدخل هني النيتروجين. طبعاً هذه اسطوانة النيتروجين، المشكلة إن ما عندي قاعدة أساس، سبحان الله إذا طاحت. فوضعت هذه العربانة، هذا المفروض إن يكون عندك شيء يثبت هذه الاسطوانة. طبعاً هذه الإبرة أو هذا المدخل راح يكون كبير، لذلك راح نحتاج إن نوسعه، ممكن نوسعه باستخدام هذه الأداة. استعمل هذه العدة، ممكن راح تكون أسهل في التوسيع. فك الإبرة طبعا. راح تجيب خلق مبللة بس تحافظ ان ما راح ترتفع حرارة الكمبرسر اثناء اللحام. راح نسد هذه الفتحة.
طبعا كثير من الاخوان يسالون لماذا مثلا انا ما احاول اعلمهم كيفيه مثلا التلحيم بواسطه مثلا هذه الاسطوانات. انا عن نفسي شخص غير محترف، لان المحترف اللي هو يمارس مهنه هذه اللحام بشكل مثلا يومي ومتكرر. اما انا شخصيا فممكن راح الحم وحده اليوم، وممكن بعد سنه او بعد سنتين راح الحم وحده اخرى، وبالتالي قد يكون عندي مثلا نوع من الضعف في التلحيم. ومنها طبعا ما ابغي مثلا اعلم المشاهدين المتابعين شيء غلط. ان شاء الله في اخوان متمرسين في هذا المجال ممكن انت تتابعهم وتستفيد منهم، وراح تعلم، ممكن تاخذ من عندي انا بعض النقاط المهمه اللي هي انا دائما الحم باستخدام النيتروجين او بتمرير مثلا غاز النيتروجين داخل المنظومه اثناء عمليه اللحام، وهذا ان شاء الله راح يسمح لنا بعدم تكون الكربون، ومنها راح يحافظ على مثلا الكمبرسر، وراح يحافظ على مثلا المواسير انها تكون نظيفه من الداخل، وراح يمنع ان شاء الله تكون اي انسداد في المستقبل. صلى الله عليه وسلم.